where are the aliens? If the universe is really 13.8 billion years old, shouldn't there be aliens everywhere? And if not, why not? لسنا وحدنا على هذا الكوكب. هذا ما صرح به الصحفي المكسيكي خوسي موسان الذي عثر على جثث لمخلوقات غير بشرية، وتعود تلك الجثث لألف عام مضى. وقد عرض البرلمان المكسيكي بقايا محنطة من تلك المخلوقات، ظهر خلال عرضها أنها كائنات ثلاثية الأصابع مشوهة الرأس، وتم العثور عليها في دولة بيرو بأمريكا الجنوبية. كما أكدت وسائل الإعلام المكسيكية أن تلك البقايا المحنطة تم انتشالها من بيرو عام 2017، وأن تركيبها الجيني لا يزال 30% منه غير معروف. وقال موسان أن تلك اللحظة هي لحظة فاصلة في تاريخ البشرية، خاصة وأن هذه المرة هي المرة الأولى من نوعها التي تقيم المكسيك فيه حوارا رسميا تعترف فيه بوجود الكائنات الفضائية.